اهلا وسهلا، اتفضلوا. شكرا. شهد عبد الله. اهلا وسهلا. انا مش محتاجه اعرفك بنفسي. اكيد طبعا. ناديه عبد السلام. ابوك عامل ايه يا ناديه؟ بخير. يعني وصل؟ وصل فين؟ حجاز. وصل. طب قولي له لما يرجع ان انا عايز اشوفه ضروري. لو رجع اصله شيع لي وقال لي القعده جار النبي زينه قوي يا ناديه تخلي الواحد يزهد الدنيا وما فيها، وانه مش ناوي يرجع مصر تاني. طب اديني رقمه عشان عايز اكلمه. طبعا. بس هو مش معايا دلوقتي. ماشي. امور ست البنات. انا جايه اقدم بلاغ رسمي. بلاغ مره واحده كده؟ كان في ستة غلبانه كانت دايما بتعدي على امي، فجاه كده اختفت وما بقتش تيجي، فقلقنا عليها قوي، فقررت ان انا اروح بيتها يعني واشوف اخبارها ايه واطمن عليها. ما لقيتهاش موجوده، ولقيت بيتها زي ما يكون مش مظبوط خالص، زي ما يكون في حاجه غريبه حصلت لها. كان في حاجه غريبه ولا متاكده؟ لا طبعا مش متاكده. اسمها ايه؟ اسمها دلال. دلال الدلاله يا باشا. ايوه. اي بس دلال الدلاله دي متعوده ان هي بتختفي وبتروح وبتيجي، ولا حد بيعرف بتروح فين ولا بتيجي منين ولا بتعمل ايه. ايوه بس بيتها بيقول يعني زي ما يكون كده ان هي بقالها فتره غايبه. ده انت دخلتي بيتها بقى؟ هو الحقيقه مش انا، هي ماما. بس ده ممكن يعرضها لمساله قانونيه. طبعا عارفه، انا خريجه حقوق اصلا. طيب بما انك خريجه حقوق يعني عارفه المسائل القانونيه كويس جدا. انا بس كنت عايزه اطمن عليها علشان في كلام كده بيقول ان هي اختفت. الله. طب ما يمكن تكون راحت الحجاز. اصل انا ملاحظ ان الناس عندكم في البلد بتسافر وبتروح وبتيجي من غير ما تسيب وراها اي اثر، ولا يكونش البلد عندكم كلها ناويه تعتكف؟ ها ناديه؟ يا ريت حد يطول. على كل حال انا كنت جايه اقدم بلاغ رسمي. ماشي، وانا هحقق في البلاغ ده بنفسي.